بسم الله الرحمن الرحيم، باسم إله الرحمة والعدل، باسم الملك الأعلى القدوس، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيد البشرية رحمة العالمين، حبيب القلوب أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أبدأ كلمتي وأستهلها بحديث الإمام الكاظم عليه السلام: المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. إن الظلم أينما كان يهدد العدل في كل مكان. مارتن لوثر كينغ. كانت المعتقلتان نفيسة وريحانة كأي مواطنتين أرادتا استكشاف عالم حلبة البحرين الدولية لسباق الفورمولا 1 في تاريخ 19/4/2013 في عصر يوم السبت. تم اعتقالهما من الحلبة في ظروف غامضة. تم أخذهما إلى مركز شرطة الزلاق، ثم تم نقلهما إلى مركز شرطة الرفاع الغربي والتحقيق معهما بتهمة التجمهر لانتشار التغريدات في تويتر بالذات بأنهما كانت متجمهرتين بالرغم من عدم توافر أي ركن من مادة التجمهر. قضت المعتقلتان ليلة صعبة في مركز شرطة الرفاع الغربي إلى أن قيل لنا في صبيحة يوم الاثنين بإخلاء يوم الأحد معذرة بإخلاء سبيلهما. فوجئنا بعد ذلك بفتح التحقيق من جديد وبنقلهما إلى مركز التحقيقات الجنائية، ومن ثم نقلهما إلى النيابة العامة الساعة 9 ليلا، إلى أن استمر التحقيق إلى قرابة الساعة الصابحة الساعة 6 صباحا لليوم التالي. تم إسناد تهمة التستر على عمل إرهابي الكائن في التخطيط لعملية التفجير في الفورمولا 1 بالنسبة للمعتقلة نفيسة العصفور، عملا بنص المادة 18 من قانون الإرهاب. وتم إسناد تهمة الاشتراك في عمل إرهابي وهو التخطيط بالتفجير في الفورمولا للمعتقلة ريحانة، وتهمة أخرى وهي الاشتراك في مجموعة إرهابية إسنادا للمادتين 18 و17. تعرضت المعتقلتان إلى التعذيب المعنوي الذي أثر سلبا على نفسهما وصحتهما، بل أجبرهما على الإدلاء بوقائع خيالية لا تتناسب وطبيعتهما الأنثوية. سأذكر بصفة عامة ماهية التعذيب وكيفية استخدامه لانتزاع الاعترافات. طبعا يعد التعذيب انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، حظره القانون الدولي حظرا كليا، وقد مثل رأس قائمة المسائل التي بحثتها منظمة الأمم المتحدة عند إرساء قواعد حقوق الإنسان، باعتبار أن استخدامه يمس صميم الحريات المدنية والسياسية، بدءا من اجتثاث العقوبات البدنية في الأراضي المستعمرة كأول تدبير اتخذته منظمة الأمم المتحدة سنة 49. القانون الدولي منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية والمهنية التي لا يمكن قبولها مهما كانت الظروف. وتستمر أغلب بلدان العالم في ممارسة التعذيب بالرغم من أن تم منعه منعاً باتاً. تقرير 2001 لمنظمة العفو الدولية كشف أن 140 دولة مارست التعذيب فيما بين سنة 97 إلى 2001، كما خلص إلى أن الآلاف يمارسون سنوياً الضرب والاغتصاب والصعق بالكهرباء بحق أناس آخرين. إذا ما هو التعذيب؟ تعرف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية التعذيب على أنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو على معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه قد قام بارتكابه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إرغامه وهو أو أي شخص آخر. وعندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه، يوافق عليه، يسكت عنه موظف رسمي
أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. لا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات، أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. تختلف تعريفات التعذيب اختلافاً طفيفاً حسب المعاهدات الدولية، لكنها تشمل عامة كل ممارسة تؤدي إلى ألم أو أذى شديدين تلحق عمداً بشخص ما، والمهم تكون بقصد انتزاع معلومات أو الحصول على اعتراف من هذا الشخص أو من شخص ثالث، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه قد قام بارتكابه هو أو شخص آخر، أو تخويفه، إرغامه هو ومن معه، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه. رابعاً، يحرض أو يوافق عليها أو يسكت عنها أي موظف حكومي أو أي شخص آخر بصفته الرسمية. بتعريف التعذيب الذي ذكرته، والذي يقصد انتزاع معلومات أو الحصول على اعتراف من هذا الشخص أو شخص ثالث، نجد بأن المعتقلتين نفيس العصفور وريحان الموسوي قد تعرضتا لهذا النوع من التعذيب الذي وقع عليهما فعلا، فقد تم انتزاع الاعتراف من أفواههما عنوة وإكراها تحت التعذيب والتهديد القاسي على امرأتين لا تحتمل قلوبهما ولا عقلهما الاستماع لهذا النوع من التهديد. إن المعتقلتين لم تتعرضا لضرب أو تشويه أو إيقاع أذى جسدي، لكنهما شهدتا أبشع أنواع الألفاظ والكلمات والتهديد الذي جعلهما تقران بإرادة مكرهة وغير حرة بأقوال ليست إلا محض افتراء ولا علم لديهما بأي من هذه الأفعال. كما نعلم شاعت قصص التعذيب في التحقيقات، كما شاع صيت الجلادين وما يفعلونه بالمتهمين، إلى أن صاروا مبعث رعب ويتجاوزون دائرة المعاناة الصغيرة إلى دائرة أكبر جعلوا كل أبناء الوطن شهوداً عليها. عندما وقفوا يرون للعالم أنماط مختلفة من التعذيب الذي لقوه في السابق، وعبر اعترافات خاصة تؤرخ لصفحات حالكة من تاريخ البحرين الذي لم تنقطع حباله مع فترة السلام الوطنية. إن أساليب الطواغيت تلك الفترة السوداء لم تتوقف، أن وراء كل ملف في جلاد أرسل ضحاياه إلى جحيم آلة السلطة بدعوى الواجب. ونتذكر كذلك أن مئات الأفراد الذين تحولوا إلى أرقام عديمة الشأن هم محصلة إنكار العدالة واللامبالاة، وهذا ما أوضحته لجنة بسيون المنبثقة من الحكومة والبرلمان للتحقيق بمطالب المتظاهرين، وكانت المعادلة كالآتي: مصادر سرية، مخبر سري، اعتراف تحت الإكراه، في النهاية إعدام القضية. إلى وقت قريب كان الاعتقاد السائد بأن الاعتراف هو سيد الأدلة، غير أن ذلك الاعتقاد ما لبث إلا وأثبت عدم صحته. بالنظر إلى المبادئ الحديثة في القضاء، على اعتبار أن القاضي يحكم بناء على ما يستقر في ضميره وما يتولد لديه من قناعات، وهو بذلك غير ملزم بالأخذ باعتراف المتهم في جميع الأحوال، خصوصاً إذا ما وجدت أدلة أخرى تنفي صحة هذا الاعتراف أو تتعارض معه. على أنه يجب الإشارة هنا أن الاعتماد على قناعة القاضي أمر مقيد وليس مطلق، بحيث يشترط القانون أن تكون قناعة القاضي مبنية على أسباب قوية ومدعمة بأدلة واقعية، وليست مبنية على مجرد الشك أو التخمين، إذ أن هناك مبدأ في القضاء مفاده أن الشك يفسر دائماً لصالح المتهمين، إلا أن ما أعلن عنه مؤخراً في تلفزيون البحرين والجرائد وغيرها من وسائل الإعلام عن أسماء المعتقلين والمعتقلات قد قلب الأدوار وجعل المبدأ الدستوري المتهم بريء حتى تثبت إدانته معكوساً، إذ أن المتهم مذنب حتى تثبت براءته. هذه السلوكيات لها أهداف انتقامية، مما تجعل دوامة العنف مستمرة وإلى ما لا نهاية، لأن الظلم وانتشاره يؤثر سلباً
على جميع المجتمعات العالمية والإنسانية. وأخيراً، لا بد لنا أن نقف ونتذكر أن السبي والأسر ليس إلا رفعة لنا، ولن يرهبنا أو يوقفنا عن المطالبة بقضيتنا العادلة. ولا بد أن نذكر بأن لولا سبي السيدة زينب بطلة كربلاء عليها السلام لما ارتفع اسم الحسين عاليا، واسم العدالة، واسم النصر. وختاما أختم كلمتي المتواضعة بهذا المقطع من دعاء الجوشن الصغير المنسوب للإمام راهب أهل البيت الكاظم عليه السلام، وأقول: مولاي وسيدي، وكم من عبد أمسى وأصبح في مضائق الحبوس والسجون وكربها وذلها وحديدها يتداوله أعوانها وزبانيتها، فلا يدري في أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به، فهو في ضر من العيش وضنك من الحياة ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا، وأنا في خلو من ذلك كله. تذكروا الإمام سلام الله عليه وهو في طوامير الحبوس يقول هذا الكلام، فكيف بنا نحن؟ وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك، فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل، صل على محمد وآل محمد، واجعلني لك من العابدين، ولنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. والحرية والرفعة والامتنان لجميع معتقلات البحرين الأبيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.